السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. اليوم جبت لكم درس جديد، درس في الكروشي. شحال من وحده طلبت مني الكروشي اليوم، لبيت الطلب تاعكم. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. نبدا بسم الله. هنا عندي كوتون بيرلي، نبدا لكم كوتون بيرلي باسكو ما نقدرش نبدا لكم بالخيط الرقيق. توجو واحد كي تروح تتعلم كلكو سوا شبيكة ولا كروشي، تبدا دائما في حاجه خشينه، سوا الصوف سوا كوتون بيرلي، حتى تمشي يديها مليح باش تبدا تخدم بخيط رقيق. نبدا بسم الله. حاجه الاولى في الكروشي هي الاساس، العقده، البدايه تحت على العقده. واش نديرو؟ بون عندنا هنا الصوف، نبدا لكم بالصوف. خير، نفتح زوج سباتية هاد راكم تشوفوا فيهم، نديرو هكا، نضرو لفيل تاعنا هكا، نجيبوها هكا، فوالا فوالا. واش ندير؟ ندخل صبعي ونجبد الخيط اللي كان من اللور ونبدا نجبد، فوالا هاي من العقدة، ونزير نورمال، فوالا ها، ونبدا نجبد حتى تولي عقدة. فوالا هاي نعاودها لكم باش تفهموني مليح. بسم الله، فوالا ندور خيط نشكل اكس، نجيبو لهنا، نجبدها لكم بالكروشي سي ميو. فوالا نجبدوها بالكروشي نيميرو 1.75، 1.75. فوالا دوكا الكروشي تاعي ندخلو هنا، نجبد هذا دوزيام تحتاني، فوالا ونطلق صباعتي ونزير، فوالا ها راني شكلت عقدة. ونبدا نزير، نجبد نجبد ها، فوالا هاي وين العقدة تاعي، فوالا. دوكا واش نديرو؟ كيفاش نحكم الكروشي باش نبدا ندير في السنسله؟ اليوم الغرزه تاعنا الاولى هي سنسله، هذه هي لاباس في الكروشي، هي السنسله. نبداو بسم الله. بون هذا الخيط اللي عقدنا به نخلوه منه في الطرف، ونديرو الخيط تاعنا هكا، ندورو الخيط تاعي هكا، فوالا، ونبدا نجبد. نصير غير بالعقل يكون شويه بعيد، ونجبد ونطلق، فوالا نعاودو وحده، ندور خيط، فوالا شوف ندور خيط على الكروشي، نعاودها لكم، راني دورت الخيط، ونجبد ونطلع. شوفوا هي تتكون لي الغرزة، شوفوا جينا كيما غرزة سنسلة، ها تقولي سنسلة ها. نعاودها لكم، ندور خيط ونجبد، نعاود لكم مرة، هاني نمشي غير بالعقل باش تفهموني البنات، كاين بزاف لي ميعرفوش كروشي. ان شاء الله هاد المره يتعلموا ويخدموا. تقعدي هكا وحدك، ديري العقده بدايه كيما وريتها لك، وتبداي تشكلي في السلسله تاعك. ها نزيد نديرو وحده، ندور خيط ونجبد، ندور خيط ونجبد، وشوفوا السلسله تاعك كيفاش بدات تتكون. نزيدو نديرو وحدة، ندورو خيط، فوالا فوالا. نزيرو غير بالعقل، ما ترخو ما تزيرو، أنا نرخي بالعاني باش تشوفو الغرزة تاعي كيفاش تشكلت. ها شوفو
هنا ما تبانش سوا سوا باسكو راهي مخدومه بالصوف. شوف دوك نعاودها لكم بالكوطون بيغلي باش تزيدو تفهموني. بون هذا تاع الصوف، هذا الكروشي نيميرو تاعو وشفاو عليه 1.75، هذا تاع الصوف. دوك نخدم لكم واحد اخر بالكوطون بيغلي. فوالا هذا هو الكوطون بيغلي. بون جبتو الخيط تاعنا، نعاود لكم تاني الكوطون بيغلي هاكا باش تفهموني. ونجبد الكروشي لي نخدم به نيميرو 10 يخدم لي نورمال كونتون بيغلي. بسم الله. بون كيما قلنا نعاودو نديرولها هاكا، ها نخلي حق 5 سنتيمتر تاعي هاكا، ونجي ندور ونشكل علامة إكس. فوالا فوالا، نجبد الكروشي تاعي، ندخل الخيط لو كروشي باردون، حتى القط تاعي باغي يتعلم كروشي. سمحوا لي البنات. بون ندخل الكروشي تاعي هنا ونجبد هوب، ونطلق سباتية واني نجبد. فوالا هاي العقدة تاعنا. هاني سكن عقدة، ما تزيروهاش بزاف، ها جيبوها حتى لهنا باش تعرفوا العقدة تاعها. ما ي... العقدة ما تكون صغيرة ما تكون كبيرة. فوالا دوكا واش نديرو؟ نديرو غرزة تاع السلسلة. ندورو الخيط تاعنا هكا، ونجبد الخيط هنا. السلسلة شوف كيفاش تبان لكم، ماشي كيما تاع الصوف. تاع الصوف تجيكم محلولة، بصح تاع الكوطون بيغلي تجيكم مغلوقة. دوك نعاودها لكم باش تبان لكم. فوالا حاجة سهلة، ندور الكروشي تاعي هكا على الخيط. فوالا دوري ونجبد، نجبدوها بهذا الراس. فوالا هاوي الراس هذا تاع الكروشي، نجبد به لو فيل. نعاودو ندور ونجبد ونزير شويه باش تجيني الروزه تاعي شويه مشدوده ماشي مرخيه. نجبد انا يعني نرخي باش نوريكم غير الموديل تاع السلسله كيفاش دايره. فوالا 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 السلسلة تاعنا غير نخدم لها. شوفو ان شاء الله تكونو فهمتو الدرس تاع اليوم، ولا ما فهمتوش ولا نعاودلكم ماشي مشكلة. وانا مادابيا تكونو فهمتوه باسكو حاجة سهلة. وريتلكم بالصوف كيفاش تخدمو. فوالا تاع الصوف، وراهي تاع الصوف هيوينا. شوفو الخدمة تاعها كيفاش تجي، هي شوية مرخية ومحلولة. حبيش نصيرها باش تشوفوا الغرزة تاعكم كيفاش تتبان. فوالا هادي تاع الصوف وهادي تاع الكروشي. فوالا فوالا نعاود لكم مرة، هاي العقدة تاعي هكا. بداو غير طلعوا طلعوا السلسلة، طلعوا السلسلة حتى وين. هالا ها وهذه هي، هذا هو الدرس الاول كيفاش نكونوا السلسلة. وان شاء الله نتلاقاو في درس جديد ثاني واحد اخر. وان شاء الله تكونوا فهمتوا الشرح تاع اليوم، والى اللقاء.